السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير. كنعتذر لهذه الليلة ان اللايف ما يمكنليش نعمله لانه ما عنديش الواي فاي في المنطقة اللي انا كاينة فيها، ولكن وعدتكم اننا غادي نتلاقاو هذه الليلة سواء ببث مباشر. ما كتبش الله اذا اضطريت انني نسجل هذا الفيديو. علاش؟ لانني وعدتكم كذلك بمفاجأة. المفاجأة كالآتي: ربما كتشوفوا واحد ديكور غريب وماشي كالعادة، وهو أنني كنسلم عليكم وكنحييكم من مدينة فاس، وبالضبط من منزل أسرتي، البيت الذي نشأت وترعرعت فيه داخل الأسرة ديالي. إذا مرحبا بكم في بيتنا، مرحبا بكم في دارنا. أنا سعيدة بلقياكم من مدينة فاس، خاصة من هذا البيت العريق الذي أحبه كثيرا جدا جدا. غادي نحاول إن شاء الله ابتداء من غدا نشري سكيدة ديال المغرب، ونحاول انني نفعل يعني الانترنت، وكذلك اذا اقتضى الحال انني نفعل حتى الويفي باش نتلاقاو كيف العاده ان شاء الله يا ربي بانتظام. وان شاء الله غادي ترافقوني في هذا السفر المغرب، وغادي نوقف على مجموعه نتاع الحالات وغناقشوا مجموعه نتاع المواضيع. كنشكركم على التفاعل ديالكم مع الموضوع نتاع امس اللي هو خاص بالنساء وبالرجال او بالزواج بالمهجر، والمشاكل نتاع الزواج بالمهجر، الاسباب والاهداف وكل شيء. كنشكركم على التفاعل ديالكم، وكان بودي اننا نناقشوه انصامبل، ولكن اكيد غادي يكون متسع من الوقت لنتحدث في ذلك. يعني بسرعه، هناك سؤال يتردد كثيرا، هو متى سيتم الرد على طلبات ديال 16 افريل وكذلك نتاع 24 افريل فيما يتعلق بعقود العمل؟ لحد الساعه كما قلت لم يتم معالجه الطلبات، لان بغض النظر على ان الطلبات مازال مفتوحه، كانت او هناك مجموعه من الاعياد الوطنيه، وكاين دابا فاتح ماي، يلا شفنا لا فيستا دي لا ريبوبليكا، عيد الاستقلال او عيد الجمهوريه بايطاليا. لهذا ابتداء من 2 ماي ستتم معالجه الطلبات. خاصكم فقط تعرفوا بان الجواب متعلق اول حاجه بوصول الطلبات، يعني التوقيت بالضبط، يعني الشرط الكرونولوجي. الطلبات اللي كتوصل الاولى هي اللي كتعالج هي الاولى. فاش كيوصلوا مثلا، كانت واحد المحافظه عندها واحد الحصه نتاع 200 طلب، فاش كيوصلوا ل 200 تيوقفوا تتيعالجوا داك ال 200، وعاد كيهبطوا ل 201 202 203. بطبيعه الحال الا كان شي واحد في داك ال 200 ما فيش مثلا شروط نتاع المدخول بالنسبة لرب العمل أو نوع العمل، أو ما عندوش مثلا عنده سوابق، أو السيد اللي غادي يدفع له كان في إيطاليا أو في أي بلد من أوروبا وعنده شي سوابق، أو لأي مشكل أو لأي شرط من الشروط اللي ناقصة في داك الطلب. إلا كانت أي شرط أو أي نقطة ناقصة في الطلب، كينزلوا للطلب اللي كيجي من بعد منه طبيعة الحال دائما اعتمادا على الشرط الكرونولوجي، يعني توقيت وقتاش وصل طلب ديال داك الشخص. طبيعة الحال غادي نتابعوا وغادي نواكبوا العقود ديال العمل، وغير غادي يبداو يخرجوا العقود، غادي نخبركم وقتاش غادي يخرجوا، كذلك بالضبط العدد نتاع الاشخاص اللي تم القبول ديالهم حسب الجنسيه نتاع كل واحد. غادي كيف ما قلت غادي نتلاقاو تقريبا في كل يوم، غادي نتلاقاو في فيديو نتاع ما بين 5 دقائق 10 ديال الدقائق. والان ان شاء الله غادي يعني من غدا او بعده غادي نعمل ما في وسعي باش نعمل واحد القناه احتياطيه. نتوما كنا فتنا تكلمنا على هذا الموضوع، وكنتو نتوما اقترحتوا عليا باش نعملو
قناة احتياطية إن شاء الله، لأنكم راكم عارفين المشاكل اللي كتمر بها القناة ديالنا، لهذا غادي نخبركم حتى بالقناة، وغادي نحاول ما في إمكاني أن القناة الاحتياطية تكون متنوعة شيئا ما من قناة صباح المهاجر التي تهتم فقط بقانون الهجرة وكذلك بالحياة الاجتماعية للمهاجرين بأرض المهجر. غادي نحاول نشوفوا يعني ماشي فقط قانون الهجرة، وإنما نحاول أننا نلموا بكل يعني نقاط، نلموا بكل ما يواجه المهاجر سواء في البلد ديالو الأصلي أو من البلد المهجر، يعني أي حاجة اللي كتشغله اللي كتثير اهتمامه اللي من القانون وكذلك من العادات والتقاليد ديال بلد الاستقبال، وكذلك ماذا ترك وراءه في بلد ديالو الأصلي. إذا كنعتذر مرة ثانية على البث المباشر اللي ما استطعتش نعمله، وكنرحب بكم، مرحبا بكم فاس ومرحبا بكم عندنا، ونتلاقاو غدا إن شاء الله فيديو جديد باش تعيشوا معايا المغامرة اللي غادي تكون هنايا إن شاء الله في مجموعة من المدن المغربية. تحياتي لكم جميعا، وتصبحين على خير إن شاء الله. مع السلامة.